صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه، كتبغي تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. ما غبرتش عليكم بزاف، ما نقولش لكم توحشتكم بزاف بزاف، حيت انا كنحاول انني نرجع بشويه بشويه. دونك فيديو ديال اليوم فيديو زوين خصو، وغادي نمشيو نديرو فيه داكشي خصو يدير. فبديت معكم هذا الفيديو من الصباح قبل نخليكم انستغرام ديالي هنايا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يهضروا معايا اولا كيبغيو يسولوني على شي حاجه اولا كيبغيو يدوزوا معايا اليوميات ديالي. فهذا هو الانستغرام ديالي تلقاوه هنايا. وخلاص هذه لاباج يوتيوب، اللي بغات دير ابوني باش تقاتلوا عليها الفيديوهات الجداد، وما تنساونيش ملي كومونتير. بغيت كاع اللي كانوا كيديروا لي لي كومونتير واكثر منهم يهبطوا دابا ديروا لي كومونتير عندي التشجيع باش كنعرف واش عجبكم الفيديو باش كنتناقش معكم في لي كومونتير. دونك اختي قيمي فقط الصباح وجهي باقي تيبان مبوق ياكي، ولكن باش نمشي للصالون. فشوفوا ديجا لصقت اختي الشفيرات البارح بالليل ونعست بهم، عرفتوا كيعمروا الوجه بزاف البنات والله كيعمروا الوجه، فما غنديرش شي حاجه كثيره. والصالون غادي نمشيو ليها اختي باش نقادو السلف التلف، غادي ندير البروتين، ما كاين لا نقاش ولا شي حاجه، كنت كنتسنى يسالي الصيف ولكن اختي طفح الكيل حيت قلت لكم ما كنقدرش انني ندير السوشوار، فماشي مشكله بدا كيبرد شويه الحال فهمتوا، كنبرد انا راسي. فمهم لا عندكم اي سؤال على البروتين خليو لي لتحت، وفي نفس الوقت الصالون اللي غنمشي ليه دايرين بروموسيون واعره واعره واعره، ديجا فيتهم مجرباهم اللي غيسولوني من بعد على الصالون. الصالون صابغا فيه شعري اكثر من مره، دايره فيه البروتين اكثر من مره، كنصوب فيه ضفاري ديما، كندير فيه الحمام ديما. فالصالون ما غنحتاجش نشكره، غنقول للبنات اللي كيمشيو حتى هما الاس اس بيوتي اللي كيتفرجوا فيه في انستغرام، حيت بزاف من الانستغرام كيمشيو، غنقول لكم قولوا لهم في لي كومونتير كي داير التعامل عندهم كي داير الخدمه عندهم. فدابا غادي ندخلوا في صلب الموضوع اختي و نتوجدوا باش نمشيو. واول حاجه البنات لاكرون اختي ضروري ومؤكد هذا ديال اوسيران البنات، فراسكم في الاول كانت كتجيني ريحته مجهده، دابا ولفت ريحته. مره ما درت لاكرون البنات غادي نعمر حجباني اختي صافي بهذه ديال الاسانس، شاكت معكم اكثر من مره. نجيبو مرايا. عرفتو البنات شنو وقع ليا هاد الصباح؟ ما جيتش هنايا حطيت الماكياج ديالي باش نتماكيا هنايا، مع غنطيح الباليت غادي تمشي كامله، وحده ديال البيكسي عزيزه عليا وما كايناش فشي بلاصه. اش غادي ندير مورا الكبيدات؟ ما عمرت حجباني، غادي ناخذ هاد لونتيستيرون ديالي ديال كاتريس وغادي نديرو غير فهاد البلايص. صبروا نديرو عطو البنات الصراحه دابا كنصور معكم شعري تا هكا كيجيني زوين، ماشي زعما انا كنديرو اللي سحتاش كيجيني خايب هكا لا، لان بزاف البنات تا هما كانوا كيقولوا لي راه تا هكا كيجيك شعرك زوين كيجيني زوين، ولكن كنمل منه دغيا، ماشي بحال ليس. ليس ما كيطلعش ليا فراسي، ولكن هكا كيطلع ليا فراسي، راه حيتاش ملي كيكون البنات الشعر طبيعي ما كيتصاوبيه ما والو، بحال دابا هكا ما مصاوباش ما منشفاه ما والو، راه غير الا بدلتي غير الشامبوان كيبدا يتنفخ. واش فهمتوا؟ وعزيزي عليا راه كيطلع لك فراسك، ماشي ديما غتبقي تخرجي به فحال هكا، واش فهمتوا؟ راه شي مرات هكا تيبان زوين، واش فهمتوا؟ المهم كنشرح داكشي ديالي فراسي كنشرحه. المهم درت البنات هي تحت عينيا كما كتشوفوا شويه هنا، ودرت لك الحبوبه هنايا صافي باش نبقاو خفافين، لانه غادي نتعطل فريمون في الصالون، فخاصني نبقى خفيفه، ما خاصنيش ندير شي حاجه اللي كثيره. فوق عينيا ما غنديروش، غنخليها بحال هكا، كيعجبني يبقى فوق عينيا بحال هكا، بحال دايره شي زعما خدمه عينك بشي لون، هو داك الشيء اختي استعمار طبيعي. نثبت لونتي استعمار البنات بهاد لابودر ديال فانسي، درت فراجو كبيدات، ومن بعد دابا غادي ندير ماسكارا الحجبان هكا، كندير هادي النتايه ديال بيكسي. فراسكم غادي نلبس الابيض وما لبستش قبل ما ندير الماكياج، ماكياج داك كنقيس في الوسط. غادي نوريكم دابا شنو غنلبس، باش نلبس عاد ندير هكا. دونك هانتوما غادي نلبس هاد توب هكا في الابيض، خلي بالكم نكمل شويه ماشي مشكل. غادي نلبس سريويل هكا ديال التين، كنت باغا نلبس صراحه شي واحد ديال الثوب، باسكم البنات ما عنديش سروال بيض، اكتشفت انه ما عنديش سروال بيض، عندي جوج
ولكن صغاروا عليا. غادي نلبس غير هذا هكا. تعجبني شحال هكا الصراحه البيض مع الجينات الفاتحين كيجيو واعرين ورائعين. غادي نزيد من الفوق هكا هذا الكيمونو البنات خديته من شي ان شحال هذا بقيت راسي لبسته مره واحده. المهم الا كان احتاج تصليح غادي نصلحه تم غير نلبسو عادي بان ليا تيجي بحال هكا البنات وفي هكا شبيكه في اليدين. بغيت نلبس صراحه شي حاجه مريحه من التحت لانه غنمشي للصالون وغنطول فيه فغنبغي انني نجلس في راحتي. فالا لبست شي حاجه سخونه ولا شي حاجه مجموعه ما غاديش نبقى في راحتي دوك السوايع كاملين. وها نتوما الكبيضات شوفوا قولوا لي كي جاتكم. ها نتوما لبست هكا ها هو السرير اللي خصاي درت السميطه هنا ما عرفتش نخليها دي هكا شوفوا صافي وجا هكا من الفوق مكملش الصراحه صافي خليته غير هكا صافي. وبالنسبه للعكار انا غنوريكم العكار البنات قليل فين كيسولك شي حاجه مع العكار ديالو كتعرفي تجاوبي. المهم هانتوما شوفوا هذا الاول هذا البنات كنديرو غير كاباز من بعد غندير فوق منه هاد 24 ساعة اللي اصلا سالة شتو شوفو وغادي نزيد من الفوق هاد الكلوس بلاشي نزيد واحد البلوص واحد اخر وصافي الكبيضات دابا كملت. المهم درت بارفان ودابا غادي نخرج. عطوا البنات اول مره غادي نمشي في الترونسبور ما عرفتش الصراحه شحال خاصني ديال الوقت لانه بعيد عليا شويه الصالون وما عرفتش كيفاش غادي نمشي اصلا لانه راجلي مول كديني خدام. المهم كيف ما داز هذا النهار يلاه معايا اختي. وهنا الكبيضات وصلت للصالون دونك هذا الصالون ديال اس اس بيوتي. جا بالضبط في السلو ياكو حدا الضحى ديال لاباز هذا الضحى ديال لاباز في الاخر ديال الواد وقيله. المهم هما قرابين للضحى ديال لاباز حدا هذاك ستاسيون ديال طوطال اللي كاين تمايا. صافي من بعد هنا بدينا البنات اول حاجه هي غسلت لي شعري باش كيتحيد منو اي سيروم اي حاجه باش كتنشف الزغبه مزيان عاد من بعد كنابليكيو البرودوي. صافي مني من بعد البنات نشفناه درت البرودوي ما تخافوا من التيشو غدير انا درت البرودوي دورنا عليه السلوفان ونخليه واحد الساعه كيفاش انا قلت لكم انا غنعشش اليوم في الصالون. ففي الاول جيت غسلته ودابا درنا البرودوي وخليناه ساعه وعاد من بعد البنات غنوض غادي نغسلو. ما كنغسلو لا بالشامبوان لا والو كتغسلوه غسله خفيفه كدوزو المره الاولى بالسشوار عاد كتبدا هاد المهمه الصعبه ما غيفهموني ويحسوا بيا غير البنات اللي موالفين دايرين البروتين ولا الكيراتين ولا الطنين وفايتين دايرينو قبل. اصعب مرحله البنات هو هاد المرحله ديال النتيف ولكن كنصبروا على قبل النتيجه البنات ما عندنا ما نديرو. عاد واحد المره حضرت لواحد البنت هنايا نيت كانت كتصوك كان مغمون شعرها ناشف يعني وبوكله بزاف والله البنات لما كتبكي وحق الله العظيم لما هي كتجرى وكتبكي وكتقول لها سي ما غنحنش فيك هاد الحنيت فيك ما يعطيكش ريزلت زوينه فكيجبدوا البنات هنا الشعر مزيان بالبلاك باش كيبقى مفيكسي في هذاك التجبيد هذاك الشيء اش كيبقى مزيان الشعر. وحتى الدخان اللي كيطلع البنات راه ما تخافوش منه داك الساعه لانه داك الدخان تيكون غير ديال البرودوي لانها كدير لك بزاف ديال البرودوي في شعرك وملي كتغسل لك شعرك ما كتغسلوش بالشامبوان غير كتشللو بالماء يعني كيبقى فيه البرودوي عاد كتبدا تبريسيه بالبلاك فهداك الدخان كيكون هي ديال البرودوي. وهي انا اختي لا 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 تبارك الله ما شاء الله قولوا تبارك الله قولوا تبارك الله. شوف البنات اللون تبدل شو اصلا ديما تيقول لك غتصبغي خاصك ما تصبغيش حتى زعما شعرك حتى ديري البروتين ولا الكيراتين هو الاول عاد تصبغي لانه كيفتح. شوفوا البنات كيفاش شوفوا كيفاش رجعوه بطوليه لا ماشي عقلتوا انا صبغت مورا لا ماشي عقلين صبغت شعري ماغون غامق فتحت لي الصباغه ودابا صافي رجع هانتوما شوفوا لتحت بحال ما صبغتو من بعد ما حتى شي حاجه الشعر كيفتح. داكشي علاش الا غتصبغوا شعركم وغديروا الكيراتين ديما صبقوا الكيراتين ولا البروتين هو الاول. دونك هانتوما النتيجه البنات الشعر غزال تبارك الله ما شاء الله. المهم ما تيبقاش هكا زعما دقه وحده تقول لي تلحس هكا ويتنفخ شويه ولكن راه كيبقى زوين تيبقى ديما سامبل تيبقى زوين بزاف. وشوفوا درتو تقول لي من درتيه درتو عند اس اس بيوتي كاين في سلا ودايرين واحد البروموسيون واعره واعره واعره. ركزوا معايا ركزوا معايا باش نقولوا ما كنجيبش لكم لي بون بلان. اولا دايرين بروموسيون في البلاك دايموند اللي درت انا دونك هانتوما البلاك دايموند بريميوم اللي هو الاحمر اللي درت انايا هذاك البنات ابار 600 درهم راه ديجا بروموسيون ولكن غادي يزيدوا ينقصوا لكم. لا قلتوا لهم من طرف رجاء كاين كود برومو ديال رجاء 15 ف ابار 600 درهم ويزيدوا ينقصوا لكم 15%
حسبوها شوفوا شحال غادي تجيكم. وكاين حتى البلاك دايمون الكحل اللي كيبدا من 500 درهم وحتى هو فيه ناقص 15%. هذا البروموسيون غتبقى غير في الاخر ديال هذا الشهر والاول ديال شهر 9. 15 في شهر 9 تسالي هذه البروموسيون. سيروا اختي رطبوا شعركم من حد كاين البروموسيون. نقول ما كنجيبش لكم الهميزات. شوفوا الصالون ما حتاش نشكروا لكم لانه درتو فيه. كون كانت شي حاجه خايبه ما غنديرهاش لراسي. وهذه ثاني مره غندير عندهم انا البروتين. يعني كون شفتي حاجه خايبه في المره الاولى ما غنعاودش نديرو مره ثانيه. الثمن ديالهم جد مناسب، خدمتهم زوينه وتيبقى زوين. وبزاف ديال البنات حتى هما اللي كانوا كيتسناو امتى يكون البروموسيون باش يمشيو، يعني بزاف ديال البنات هما كيسولوني عليه. صافي في اللي عندكم شي سؤال خليه لي في لي كومونتير. صافي اختي دخلت كاوتو البنات ما واكله والو. 6 دابا 6 د العشيه ما واكلت شي حاجه النهار كامل. اش غنقول لكم؟ ديجا انا كنقول لكم ما عنديش مع الماكله ديال النهار وكي دابا فريمون فيا الجوع، فقلت نصور لكم عاد نمشي نجلس ناكل شي حاجه. اختي اش غنقول لكم؟ جيت مشينا تقديت الكرافس غادي ندير الحريره. امتى تقديت الكرافس باش ندير الحريره؟ قلت لها راجلي والو مش هي حلوه بصح والله الا داك النهار شميتها تشهيت وما درتش هذاك النار. وقلت حتى من بعد اليوم مشيت غير جيت من الصالون قلت لراجلي يلاه نتقدر كرافس ندير حريره. ايوا اختي جالسين في امان الله. ضربات 8 ونص دابا نوض 9 دابا نوض. بابا اختي قالت لي بغيت ناكل شي حاجه من الزنقه وانا نقول صافي عيط نقاوم. قلت لكم صافي اختي وانا نقرر قاومت وقلت صافي نخرجوا ناكلوا كلنا ناكلوا كلنا برا صافي اش غادي ندير. من مول اللي يحرم وياكل. ايوا صافي اختي جينا هنايا ناكلوا ديسون وصافا خصاي كي جيت قلت لراجلي وليت بحال شي 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 قبل عيني. ماما اختي طرات واحد لاكسيدون خشا يدو في عيني. ايوا زعما ما كنت كنقول كاع راجلي قال لي جيتي زوينه. قلت جيتي زوينه ولكن انا شنو قلت لك؟ قلت له وليت جيت بحال شي برازيليه. قول تبارك الله. انا كنقول لك قولي تبارك الله جيت. قول راجلي تبارك الله. هاك مع الشفاره نحيد الشفاره ولي نبان قرع. كبيدات مم اختي انه اليوم التالي. ما صورت لكم حتى شي حاجه اليوم. ديجا الصراحه فقت معطله وكان خاصني دغيا دغيا نوجد شي حاجه هكا للغدا للزوج صافي. ودغيا اختي استربكت على الغدا. ايوا دابا مهم تغدينا ودابا غادي نخرجوا. المهم كاينه معايا اختي هاد الايام غادي نمشيو نتقداو. ايوا اختي وغنمشي نيت انا واختي. المهم في اختي ديما تقضي كنمشي انا وزوجي. هاد المرة غادي نمشي غير انا واختي ودابا كنوجد راسي معاكم. المهم هانتوما البنات درت ميك اب خفيف اختصاي. لبست هادي هكا مع سريوين. المهم تنوريكم اللبسه كامله. صافي وغادي نوضو نخرجو. خاصني ندي معايا شي حاجه مشكله ما خاصنيش نتقل ياكم حيت كاينه غير انا واختي وغادي نمشيو في مركوب. يعني ما خصنيش ناخذ حاجه ثقيله ما عرفتش. المهم دابا بغيت بعداك قبل نجلس لانه كي كنقول لكم ديما مرقوه ستيلو اللي خدامه عندي فكاتبه في التليفون شنو خاصني نتقدا. تفكرت دابا شي حاجه مازال ما زايدهاش في سميتو في لا ليست غادي ندخل دابا نزيدها في لا ليست عاد باش نخرج. هاي المهم يلاه وصلنا. قلت لها يلاه هي بدات ديري صوريني نيو بوست الانستغرام. ودابا داخلي العجله العجله خدي الشاريو زيدي وخاصنا شي شاريو ما يكونش عرج ما يكونش عوج شحال عوج ما يكونش صريع بزاف. شوفي هذا اوكي هذا مزيان. يلا زيدو
يلا هو معنا نتقداو داكشي داكشي اللي تفكرت. هذا نفسه فيه تصورت بعد طاح ومضاضر وعندك يكونوا مضاضر هذه اهم حاجه. لا راه ما لبشتيش راه ما لبشتيش. لا لا مضاضر مو مع مضاضر هذيك طيحات وي عقلي تخيل بالك شي ولد داك. ودخلنا اول حاجه بانوا لي الكتوبه والشكاير. بغيت نقول كوراج لماما اللي كيتفرجوا فيا الله يعاونكم في هذه الفتره هذه. قلت لي المراه مقسومه ما حيت هذه ما حيت الوليدات خاصها تشري لهم الادوات خاصها تقاد لهم تفاطرهم وداك الشيء مرحله. هادشي اللي كنقول لكم الله يسهل عليكم يا ربي وتشوفوا وليداتكم في اعلى المراتب يا ربي. من بعد هنا زدت اختي كنشوف الكيسان ديال العصير. بغيت ناخذ البنات كيسان ديال العصير. شوفوا نتوما عارفيني مزيان انا ما كنربيش الكبده على الماين ماشي ما كنربيش الكبده انا عزاز عليا الماين الصراحه نقولها. ولكن اللي قصد زعما انه ماشي من النوع اللي كناخذ الماين ونخليهم مخبيين. لا كنبغي الحاجه نستعملها انا الاول. ما عنديش داك الحاجه هذه زوينه خليتها يكونوا الضياف. لا الحاجه نستعملها انا ويستعملوها الضياف. فكنبرع راسي اختي وداري هي الاولى. دونك الكيسان ديال العصر اللي كانوا عندي زوينين ترسوا لي منهم جوج فصافي تفرموا لي. وبغيت ناخذ وحدين زعما ما لقيتش وحدين زوينين لقيت غير هذوك اللي صورت ليكم. قلت خلي حتى نشوف شي موديل اخر. صافي البنات هنا بديت التقديم ونشوف انا الطريقه ديالي في التقديم. كنبقى دايزه كاع الصفوفه كنتساراهم وكنبقى كندوز وكنشوف كنتفكر اي حاجه ناقصاني في الدار كنهزها كنتفكرها كنديها حتى الاخر. عاد كنبدا قبل ما ندوز في لاكاس عاد كنجبد لا ليست كنشوف الا نسيت شي حاجه كنهزها. وليدات ماما يلا دخلنا اختي. عرفتي تمحلنا في الترونسبور صراحه لحقاش مولفه كنمشي ونجي مع الزوج. مشينا دابا في المركوب صراحه تعذبنا صبرنا نصد الشرجم هكا السكات حسن. غنوريكم خف نزربه التقديه اللي تقديت. مازال ناقصاني شحال من حاجه مازال ناقصاني. انتما تشوف تشوفوا ولا ما تشوفوش كنصور دايز راجلي من هنا كيتمختر. رجع دابا طلق لي الموسيقى بالجهد. المهم انا ساكته ومتحمله. المهم قلت لكم باقا ناقصاني تقديه اللي كنتقدم من بيم وتقديه اللي كنتقدم من الهري. راكم ولفتوني شي حاجه اللي كناخذها من الهري خاصني ناخذها من الهري. المهم اول حاجه خديت السكر خديت هذا ديال اتاي البنات. عاود خديت هاد لا كريم اللي قلت لكم البنات داك طيبت بها الطا زوينه بزاف بزاف البنات. راه قلت لكم جربتها وقلت لكم راه زوينه. غير هي داك المره قلت لكم ب 7 درهم ولا 8 درهم ولكن دابا خديتها ب 12 درهم. واش كانت بروموسيون ولا انا اللي ما شفتش مزيان وما ديت ما جبتش. عاود خديت هاد المايونيز البنات ديال تويمنت صراحه زوينه خديتها باش نجربها في الاول. باقي عندي منها نيت وزدت هذه صدقات لي زوينه الصراحه. ما قاصحاش بزاف وما جاليهاش بزاف وما فيهاش داك المذاق مجهد. زدت من بعد هنايا زبيده خديت هذه ديال فيتال الصراحه هذه المره الاخرى هي اللي خديت وعجباتني لانه فايته قبل منها كنت خديت وحده ريحتها مجهده ريحتها كتحليها ريحه الزبده كتعطيك من بعيد. هاد فيتال زوينه. من بعد هنا خديت اختي الله يلا دوز دابا دغيا انا والله منها. المهم اختي خديت اختي هنايا كسيكسو ضروري اختي شحال ما درت كسيكسو ومصدعين لي راسي كسيكسو كسيكسو. خديت اوني اللي كنقول لكم ما كنبدلوش واخا يخرجوا في السوائل شحال ما بغاو اوني ما كنبدلوش. خديت هنايا الكورنيشو صح انا ما كناكلوش غير هادو اللي كياكلوه. سلام كديرين لاباس. خديت من بعد هذا كونفيتور ديال المشماش ياكم اختي الصخره ديالها بحال راجلي خاتهم زوينه واش الخبز اختاروا تجيب الخبز جيب لي الكومير في حالك اللي بي عليا. المهم قلت لكم خديت من بعد هنايا كفته سوسيس خديت هاد اولا باقا عندي ولكن كتنفعني كنبغي نخليها هكا في الفريكو. وهنايا البنات خديت الفرماج. هاد الفرماج مولفه كناخذ الصراحه شويه من الاحمر وشويه من الموتزاريلا ايس كوفي ما كنسمعش ودني ما خداماش. هاد المره الاخرى خديتها خايبه مومو خلي كتسمعوا الغوات يا اما العيالات مجموعين اختي كتغاوتوا تحت الشرجم يا اما كدابزوا. المهم قلت لكم البنات الموتزاريلا اللي خديت المره الاخرى حالتها 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 وكنزحن بزاف 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 صافي خديت غير هذا فرماج احمر وصافي. من بعد هنايا خديت
الفاني. خديت هنايا الموطارد البنات كتنفعني بزاف، تنبغيها ما كناكلوهاش هكا في الساندويتش، ولكن في 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 الشرمولات وداك الشيء كتجي زوينه بزاف. خديت هنايا من بعد اندومي، المهم ما كناكلوهاش بزاف غير هكا شي مرات كديبانينا اختي. خديت من بعد العيش ياكو، درت ليه داك الطريقه داك البوتش اللي شاركت معكم داك النهار زوينه، المره نجرب شي حاجه اخرى. من بعد هنا السنيده ما شفتش قلتها لكم، وخديت هذا داك المره خديت واحد الباندوش كان واقيلا داير بشي 20 درهم ولا طاقتو البنات، ريحته فنه ديال الكوك. مشيت لدابا ناخذو ما لقيتوش، لقيت هذا وتا هو فيه الفاني، عاد البنات ريحتو زوينه ديال الفاني، ريحتو غزال ريحتو فنه. المهم خديت هذا، واخر حاجه واقيلا هي هذه ديال الكيتشوب باش كنتهنى. صافي هادشي وقال لي كاين، وبغيت نقول لكم انه دابا راه 10 ديال الليل وانا باغا ندير الحريره، ما عندي ما ندير لكم والله البنات. الا ما عادش شحال دابا شميتها في الدروج وتشهيت هذيك الحريره، وقلت لهم غادي ندير الحريره، قال لي راه صافي ديريها كل نهار تنعكس تدير حاجه اخرى، ماشي تنعكس صافي كتبان لي شي حاجه اخرى تنقول نسبق هذه نسبق هذه. الساعه دابا يا البنات صافي، قلت لهم اليوم الله يجعل طبت الخمسه د الصباح غادي نديرها غادي نديرها. البارحه كنت ناويه نديرها باش قلت لكم مشيت شريت الكرافس وداك الشيء، في الاخر كلينا في الزنقه. اليوم لا تراجع ولا استسلام الحريره. وصافي الكبيدات على طريقتي في الحريره، كنشد البصله مطيشه هكا كنطحنهم مزيان، درتهم درت الربيع الكرافس كندير غير شويه لانه كنزيد في الاخر الحمص العدس العطريه ديال الحريره. صافي البنات ما تنقليهاش شويه هكا صافي، وكندير عليها الماء سخون. صافي البنات وكطيب معاد كندورها، راه كلكم كتعرفوا الحريره فخمور البنات جات واعره واعره واعره، وهذيك الكوكو تعمرت حتى الفم. ويلا قلت لكم انها تكلت نص ديال الكوكو هذيك الليله، ولا غد اليوم الصباح تبتدي يفطروا بها. دونك عطوا البنات شي فنه كما شميتها اختي وكما تشهيتها كما جات. وصافي غنسالي معكم هذا الفيديو هنايا، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، ونقول لكم سلامه نتلاقاو في الفيديو الجاي.